زالت مدى حمدانية طبعا بمناسبة هاي الكارثة المؤلمة وهاي الفاجعة المؤلمة اللي صارت على زفاف مجموعة من الناس كانوا يتمتعون بالفرح والسرور، مع الأسف نتيجتها صارت بهالشكل. اللي نتمنى أولا الشفاء والعلاج السريع للموجودين لحد الآن في مستشفيات، واللي يحتاج معالجة في الخارج حكومة مستعدة لإرساله من الخارج. من أول دقيقة معالي وزير الداخلية، معالي وزير الصحة، وزيرة الهجرة والمهجرين موجودين في الساحة، وأمس دولة رئيس الوزراء هم زار المنطقة، واليوم احنا جينا هنا حتى نشوف. واللي توفوا اللي لحد الآن ما مفقودين إن شاء الله يكونون مفقودين، يكونون بحالة جيدة، لكن البقية اللي ما عندهم أمل واللي توفوا المفروض نعتبرهم شهداء للعراق. وزارة الصحة مستمرة بالجلسات، ووزارة الداخلية موجودة بالجلسات. هاي كارثة يعني صارت الآن بصراحة كلمات حتى عاجزة عن هالكارثة. ضروري جدا ناخذ خطوات جدية من الناحية الفنية بالنسبة لهالأماكن اللي ناس يحتفلون وفي أماكن للزحمة وعدد كثير من الناس لما يجتمعون فيها، لازم ناخذ خطوات جدية لمعالجة من الناحية الفنية ومن ناحية المسؤولية ومن ناحية الإشراف ومن ناحية الصيانة. هاي جدا ضرورية، وكذلك لازم احنا نهتم بعوائل الشهداء والشهداء في المستقبل، واللي يحتاج دعم حكومة لازم نرتبه بسرعة.